المخرج السي عبد الحق العمري انه بعد تنفيذ ضربه خطا يعطينا العمليه بالعرض البطيء باش نقربوا المشاهد الكريم من هل اسقاط اللاعب كان داخل مربع العمليات ام خارج مربع العمليات. داخل مربع على ليميت على ليميت. إذا كان هدف لفائدة فريق الوداد، هدف لفائدة الوداد بواسطة مصطفى بيدودان، مصطفى بيدودان يسجل هدف لفائدة الوداد.